ملاوي في أرض ووسط جمهوره. نطير إلى ملاوي والزميل عمرو نبيل مراسلنا ولديه جديد. عمرو اتفضل. مساء الخير عليك يا الزميل العزيز احمد كوان، ومساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، هنا من مدينه مالالينجو طبعا الملاويه بالاخص وبالتحديد من استاد بينجو الدولي، ومن امام استاد بينجو الدولي الذي سيستضيف بعد قليل طبعا منافسه منتخبنا المصري امام منتخب ملاوي في الجوله الرابعه من تصفيات امم افريقيا المؤهله لامم افريقيا كاس الامم الافريقيه القادمه التي ستقام في كوت ديفوار في عام 2024. خلينا نتكلم بقى على الاجواء الاكثر من رائعه هنا مع الشعب الملاوي، شعب مسالم بطبعه، شعب يعني طيب، شعب مرحب، شعب يرحب بلاعبي منتخبنا المصري في استاد بينجو، يرحب به في المدينه، يرحب به في كل مكان. يمكن الجماهير النهارده جايه بشكل كبير جدا، متوقع حضور اعداد كبيره يا احمد. يمكن حتى الان حوالي 20,000 دخلوا الى استاد بينجو، جماهير من مختلف يعني الفئات هنا في ملاوي. يمكن منتخبنا المصري بقياده مديره الفني روي فيتوريا تحرك من فندق الإقامة الذي يبعد عن هذا الملعب بحوالي 15 دقيقة في تمام الساعة الواحدة ظهرا، ووصل إلى ملعب المباراة في تمام الساعة الواحدة و20 دقيقة. خلينا نتكلم عن يعني الأجواء واستقبال نجوم منتخبنا المصري هنا، يمكن كمان استقبال خاص لمحمد صلاح نجم ليفربول ومنتخبنا المصري. الجماهير تأتي طبعا، يمكن من خلفي الصورة تتحدث، تأتي رغم أن هي طبعا مباراة منتخب ملاوي، لكن بعض الجماهير من ملاوي تأتي ومن اجل مسانده وتدعيم محمد صلاح وارتداء تيشيرت ليفربول. خلينا نتكلم عن تشكيله ريو فيتوريا النهارده اللي اعلن عليها قبل قليل، نفس تشكيله المباراه الثالثه التي اقيمت في الدفاع الجوي وانتهت بتفوق منتخبنا المصري بهدفين دون مقابل. يمكن يبدا في حراسه المرمى النهارده الشناوي، قلبي الدفاع محمد عبد المنعم واحمد حجازي، في الجانب الايمن محمد هاني، في الجانب الايسر حمدي الظهير الايسر لنادي بيراميدز، وايضا طارق حامد ومحمود حماده وزيزو، وفي الجناح اليمين صلاح وعمر مرموش في الجناح الايسر، وراس حربة وحيد وهو اللاعب مصطفى محمد. يمكن في روح حلوه ما بين اللاعبين، في حماس كبير عند اللعيبه النهارده، عايزين يفرحوا الشعب المصري في مباراه اليوم، عايزين يرجعوا ان شاء الله الى القاهره منصورين بتقديم مباراه كبيره في ظل طبعا الدعم الجماهيري يعني الغير طبيعي هنا من جانب جماهير ملاوي. احمد يمكن دي الصوره الكامله هنا من استاد بينجو، وان شاء الله بعد الماتش نبارك لجماهير كره القدم المصريه طبعا على شاشه اون تايم سبورتس. كل التوفيق وكل طبعا التوفيق للمنتخب المصري في مباراة اليوم التي ستنطلق بعد قليل. احمد الان العودة لك واستكمال طبعا اخبار اون تايم سبورتس ومتابعة هذه الاجواء الاكثر من الرائعة مع جماهير ملاوي. تفضل يا احمد.